صباح الخير. نشكر الرب لأنه فينا نجي اليوم إلى بيت الرب حتى نعبد الرب بفرح وبقوة الرب. بالرغم من كل الأشياء اللي عم بتصير بالعالم حوالينا، في أحزان كتيرة ولكن في فرح الرب. العالم بيطلع وبيسأل كيف أولاد الرب بيقدروا يكملوا، كيف دايماً بيكون في بسمة على وجههم، مش لأنه هني ما بيحزنوا مع الحزانة، ولكن لأنه في فرح الرب في داخلنا وناطرين يوم الانتصار، اليوم يلي الرب هو رح يحكم على هيدا العالم ورح يكون بهيدا العالم في سلام الحقيقي غير السلام اللي كل الناس عم تفتش عنه. بدنا نسمع القراءة اليوم من رسالة عبرانيين الإصحاح 12 من العدد 14 ل 17. Hebrews 12:14-17. Խաղության դեպի եղեք ամենուն հետ եւ սրբության առանց այսօր մեկը պիտի չտեսնե դերը։ Զսկուշացեք, չլա որ մեկը Աստուծո շնորհքեն յետ մնա, չլա որ տանության արմատը վեր երևնալով ցեզ նեղե ու անով շատեր բղձվին, չլա որ մեկը բորնի գլա կամ անսուրբ եսաբին մեզ, որ գերագուրի համար իր անձանգությունը ծախեց, քանզի գիտեք որ դեպետ յետ կուզեց օրնությունը ժառանգել, բայց մեր ժվեցավ, վասնզի աբաշխարության արիտը արիտ չկտավ հորոքով, դեպետև արդյունքով խնդրեց ծանիկա։ Ամին. عم نتأمل مع بعض اليوم بموضوع أصل المرارة, the root of bitterness. كل شيء بحياتنا من وجهه في إله أصل وفي إله جذور. الأشياء ما بتطلع هيك, ونحن كتير منسأل أسئلة, هل في أصل مسبب للمرض تبعي يلي هو مستمر؟ أوقات منمرض شوي من صح, مش عم نمرض مرة تاني, مش عم نمرض مرة تالتة, وبيكون في نفس السيمتمز, نفس الشيء ما عم بيتغير. نرجع نسأل حالنا شو الأصل, في سبب, في روت لهيدا الشيء اللي عم بيصير معنا, أو هل في أصل مسبب؟ ليش فلان ما بيبقى بوظيفته, بيدخل على وظيفة وبيطلع, بيفوت على وظيفة تانية وبيطلع, بيفوت على شغل بيرجع بيترك. في ناس ما بتقدر تضاين بشغل بشغلة, ليش؟ هل في أصل مسبب؟ أو نسأل حالنا هل في أصل مسبب, في روت للغضب بحياتي؟ ليه أنا بضل هيك غضبان؟ ليه دغري معصب بضل بكل شيء, مش بشغلة, أوقات منزعل بشغلة معينة, ولكن منلاحظ على حالنا أنه دايما في شيء مستمر بحياتنا. هل في أصل مسبب للخوف المستمر بحياتنا؟ أوقات في ناس بتخاف من أقل شغلة, من أقل صوت, من أقل شيء, مش بالوقت اللي كل الناس بتكون خايفة, هذا بكون شيء طبيعي, ولكن لما بكون أنا عايش بخوف دايما مستمر بحياتي, بسأل حالي Is there a root cause؟ هل في أصل مسبب لهيدا الشيء؟ هل في أصل مسبب للأحباط واليأس for depression in my life؟ وشو هو هيدا الشيء؟ اليوم عم نتأمل مع بعض من كلمة الرب على أصل أصول مسببة كثيرة, يعني the root of roots of all causes. برسالة عبرانيين 12:14-15 رح أرجع أقرأ هدول الآيتين, بقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. مفروض بقول لنا الكتاب المقدس نحن لازم نعيش بسلام مع الناس, ولازم نعيش بقداسة مع الله. بيرجع بقول بالعدد 15, ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله, لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. هيدا المقطع عم بعلمنا إنه في أصل مرارة, وهيدا الشيء بسبب مشاكل كتيرة بحياتنا. The root of bitterness is the cause of many troubles in our lives. في أصل مرارة. المرارة هون لما نحكي عن المرارة, في ناس دغري بتفكر بهيدا الكيس اللي هو ملزق بالكبد, الجولد بلادر. مش هيدي المرارة اللي عم نحكي عنها, كنا عم دل بالمحل غلط. ولكن هون عم نحكي عن المرارة, يعني عن الغضب يلي بيكون بداخلنا وبيطول لدرجة إنه نحن بصير عم بيأكلنا من جوا عن هيدا المرارة, bitterness, الغضب الداخلي. وبقول إنه نحن في
أصل مرارة بقلوبنا يلي بيوصل لخطايا كتيرة، وهيدا الشيء مخيف. ليش مخيف إنه يكون في مرارة، يكون في بترنس بحياتنا؟ لأن هذا بيمنع أولاد الله، بيمنع المؤمن إنه يكون بعلاقة مع الرب، علاقة حلوة، بيمنعه إنه يكون بعلاقة حلوة مع المؤمنين، وبيمنعه هو إنه يعيش حياته بسلام لا مع الآخرين ولا مع حاله. الإنسان اللي عنده مرارة بقلبه ما بيعيش مبسوط، لا هو بيكون مبسوط ولا اللي حواليه، ولا الرب بيكون مبسوط منه. من وين تجي المرارة وشو بتسبب؟ أولا، أصل المرارة ممكن يعيشنا بالخداع المستمر. لما بكون في عنا أصل مرارة بداخلنا، لما بكون في root of bitterness بداخلنا، هذا الشيء بخلينا نعيش مخدوعين، deceived. بيعيش الإنسان مخدوع دائما بحياته، ما بعود فينا نشوف بوضوح، ما بعود فينا نشوف بطريقة موضوعية. في ناس أوقات بتقول ولو فلان ليش هالقد زعلان، مش قادر يشوف الحقيقة. لا، مش قادر يشوف الحقيقة. ليه؟ لأنه في أصل مرارة بداخله، في bitterness من جوا يلي هي بتعمل مثل غطا، مش بس على عيوننا، لأنه نحن ما منشوف بهيدول، ونحن منشوف بقلبنا وبعقلنا. لما بكون في بجوا شيء جوا عامل أسود، لا عيوننا ولا عقلنا بقى يقدر يفهم مزبوط. بواحد كورنثوس بيقول الرسول بولس: ولكني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. تنفهم هيدي النقطة، كيف خدعت الحية حواء؟ لازم نرجع لسفر التكوين وجنة عدن، وهنيك في شغلة ضروري كتير إنه ننتبه لها، إنه الخداع deception دائما فيه شيء صح. يعني الخداع ما بكون كله غلط، بكون فيه جزء صح وجزء غلط، لأنه الجزء الغلط بكون مطعم بالصح. مثل ما نحن لما منروح بدنا نحط حبوب أو طعم للجرادين أو للفيران، ما منحط لهم دواء بكون واضح أنه هو سم، منحط شيء بحبوه ولكن بكون مطعم بالسم، حتى لما يجوا ينخدعوا. وهيك الشيطان بيعمل فينا، بحط لنا شيء نافع، شيء صحيح، ولكن بقلبه بيكون في شيء مش مزبوط، بيكون في خداع. شو قالت الحية لحواء؟ بتكوين 3:4-5 قالت الحية للمرأة: لن تموتا. لما قالت لحواء الرب قالنا من هيدي الشجرة نحن ما منروح ومنقرب عليها، لأنه اللحظة اللي منأكل منها نحن منموت، قالت لا ما رح تموتوا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. هيدي الجملة يلي قال الشيطان أو الحي إذا بدكن للمرأة، إذا منشرحها منلاقي فيها كتير شيء من الصح. أول شيء قالت لهم الله عالم، يعني الله بيعرف كل شيء، مزبوط، الله بيعرف كل شيء، ما فيها شيء غلط. قالت لهم الله عالم ان انتم رح تصيروا كالله، ما هن مخلوقين على صورة الله، يعني ما فيها شيء غلط، نحن مخلوقين على صورة الله، هن مخلوقين على صورة الله، وهن كانوا اقرب، كانوا عايشين مع الله، كان في كل صلاح فيهم. بعدين قالت لهم بتصيروا كالله عارفين الخير والشر. طب ما هن بيعرفوا الخير، الله هو كل خير، وهن كانوا ماشيين مع الله في جنة عدن، يعني هن كانوا بيعرفوا كل شيء عن الخير لأنه عايشين مع الله يلي هو كل خير. فإذا هن بيعرفوا الخير، هل كانوا بيعرفوا الشر؟ الشر اللي كانوا بيعرفوه إنه لما ما بطيعوا كلمة الله رح يموتوا، فإذا كانوا بيعرفوا شيء من هيدا النوع، كانوا بيعرفوا إنه في consequences، إذا أنا بكسر كلمة الله في موت، كان عندهم حياة أبدية. طيب شو عم بخبرهم هون الشيطان الحي شيء جديد؟ شو عم بخبرها لحواء شيء جديد هي ما بتعرفه؟ بتقول الحي لحواء: بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. شو عم بقلها هون إبليس لحواء؟ عم بقلها الله شايل عنكم معلومات كتير مهمة وما مخليكم تعرفوها. God is withholding something from you. يعني إبليس عم بيخلق عند حواء أصل مرارة، عم بيخلق bitterness عند حواء تجاه الله، عم بيقول إنه الله في شيء ما مخليكم تعرفيه وبتعرفوه.
ليش عم بيعمل هيك؟ هل الله مهتم بأنه حواء أو آدم يعرفوا كل شيء وما ينقصهم شيء؟ لا، ولكن إبليس نفسه، الشيطان نفسه، في عنده root of bitterness، عنده أصل مرارة بداخله. إذا بنعرف وين أصل المرارة تبع إبليس، بنشوف الخطية الأولى، وهون ما عم نحكي عن آدم وحواء، عم نحكي عن خطيئة إبليس. رح نسمع على قراءة من أشعياء 14:12-15، Isaiah 14:12-15. خلينا نسمع للقراءة. Ամբերու պարծություններում վրա պիտի ելեմ, պարծելում պիտի նմանիմ, բայց ահա դժող կգիչնես կուպին խորունգ տեղերը. إبليس يلي هو كان ملاك نور وسقط من السماء، في عنده أصل مرارة تجاه الله، عنده root of bitterness towards God. ليش؟ لأنه بيعتقد أنه الله منع عنه المجد يلي هو كان يعيش فيه، وبدل ما يكون بكل المجد الله نزله. علينا نفهم شغلة مهمة، أنه كل الخطايا يلي منوقع فيها إلى أصل، إلى أصل في حياتنا، وهيدا الأصل هو أصل مرارة bitterness. هيدي الأصل المرارة هو اتجاه الله. كيف يعني؟ إبليس بيخدعنا وبيحطلنا براسنا إنه نحن ما قادرين نعمل هيدا الشيء أو نحصل على هيدا الشيء لأنه الله أخده منا والله منعنا عنه. مثلا إبليس بيحط براس فلان بيقول له الله ما بده إياك تعمل هيدي الشغلة، ما بده إياك تنبسط هيدي الشغلة، ما بتخليك تكون مبسوط بحياتك، الله ما بده إياك تعملها، كرمل هيك أنت مش مبسوط، إذا بتعملها بتعيش مبسوط. هيدا الشخص يمكن ما يعمل هيدي الشغلة لأنه بيعرف هيدي خطية تجاه الله، بس بيعيش في عنده مرارة تجاه الله، إنه الله أخذ مني شيء. هيدا الشخص المسكين ما بيكون عارف إنه الله شايل عنه شيء اللي ممكن يكون لأزيته. الله ما بيمنع عنا أي خير يا أحبة. يمكن نحن اليوم عم نصلي لشيء وعم نطلب عنه يا رب ليه ما عم تعطيني هيدي الشيء؟ بس يوماً ما رح تصلوا بطريقة تانية ورح تقولوا بشكرك يا رب لأنه ما عطيتني هيدا الشيء. كم مرة صلينا بحياتنا وطلبنا أشياء وبعدين قلنا نشكر الله أنه ما حصلنا عليها وإلا كنا خربنا. كم مرة شاب صلى للرب يعطيه هيدي العروس أو عروس صلت للرب يعطيه هيدا الشاب وزعلت وليش يا رب أو ليه يا رب، وبعدين اطلعت ولقيت كان ممكن يكون سبب أزمة بحياتها أو بحياته، لأنه الله ما بيمنع عنا إلا أي خير ولكن بيمنع عنا الشر. المصيبة إنه نحن ما منعرف بحياتنا نميز بين الخير والشر، ولكن إبليس بيريد إنه يقنعنا إنه الله عم بيمنع إشي عنا، وهيدا الشيء بيخلق أصل مرارة تجاه الله. نسمع كلمات كتير من الناس مثلاً بيقولوا عيش حياتك يا فلان، ما هي كل مرة بتعيش على هيدي الأرض، ما هيك؟ مش كلنا أوقات، حتى أوقات منقولها للأسف، إنه كل مرة بتعيش على هيدي الأرض، عيش وانبسط. وكأنه إذا نحن عشنا بحسب قداسة الله، كأن نحن رح نكون زعلانين أو رح يكون ناقصنا شيء. ناس بتطلع بالمؤمن أوقات بقولوا حرام حرام مسكين ليك وينه؟ يمكن مثلا في ناس بتقول يا حرام بفيق الأحد الصبح تيروح على الكنيسة، ليه ما بنام كل نهار الأحد؟ ليه ما بيرتاح؟ شو ما بحق له يرتاح كل الجمعة عم بيشتغل؟ أو ما بحق له يطلع أو يروح؟ ولكن المؤمن بيكون فرحان بالرب، مبسوط بهذا الشيء. ولكن في ناس تخلق عندهم أصل مرارة، بيصيروا يفكروا وبيقبلوا أوقات فكر إبليس إنه مزبوط كان ممكن أنا أكون نام، ولكن وكأنه الله مانع عنهم هذا الشيء. ولكن الله ما بيمنع عنا أي خير، والخير هو وجودنا في محضر الله، هيدا هو الخير الوحيد. أو في ناس تستعمل كلمات مثل هيدي، ما يوم إلك ويوم لربك، وهيدا بيعني وكأنه الله حرمنا من شيء فنحن لازم نعمل شيء لإلنا ونعمل شيء لإله. ولكن بالحقيقة لما منعيش كل يوم للرب هيدي هي الحياة السعيدة، وهون بكون في عنا قوة الرب وفرح الرب. يوم لإلك يوم لربك أنا ما بدي إياها هيدي، بدي كل يوم عيش للرب، لما بعيش مع الرب كل يوم هون بكون منتصر. إذا ما عشت يوم مع الرب مع مين بدي أعيش؟ مع إبليس.
إذا يوم مع الرب ويوم لحالي أنا ما بدي أعيش لحالي لأنه بعيش مع إبليس بهذا اليوم لحالي. بولس الرسول كتب لأهل غلاطي وقال لهم بغلاطي 3:1 أيها الغلاطيون الأغبياء، يعني he called them stupid هون، قال لهم من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق. يعني هون عم بيقول لهم كلمة رقاكم تجي بالكلمة العربية بيستعملوا إنه واحد عمل رأي لحدا، هيدي بيستعملوها ببعض الناس بيقولوا كتب له كتاب، يعني حتى يغشوا حتى يسحروا. هون عم بيقول لهم بولس الرسول لأهل غلاطي مين سحركم؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. أنتم يلي عرفتوا وشفتوا يسوع على الصليب كرمالكم، بيقول لهم who has bewitched you. الكلمة هون bewitched بتعني to perform magic, a trick by sleight of hand، يعني الناس اللي بتعمل حركات سريعة هيك بإيدها، مثلا بفرجيك شغلة شايف هيدي هون هون عم يخفي شغلة محل هونيك وبيحولهم، وفجأة بتقول أوف واو شو السحر العجيب. هيدي اسمها خفة، يعني سرعة باستعمال الإيدين. إبليس بيخدعنا، بيوجه أنظارنا على الأشياء يلي ما عنا إياها حتى ننسى الأشياء اللي عنا إياها، بيخلينا نركز على الأشياء يلي نحنا ما لازم نكون فيها وننسى بركات الرب يلي نحنا عايشين فيها، ننسى معاملات الله، وهيك بيخلق خداع بحياتنا بيخدعنا، ولما بيخدعنا بصير في أصل مرارة بحياتنا. قديه منعيش نحنا منتزمر، ليش يا رب ما عندي هاي وليه ما عندي هيديك، ومننسى نقول له بشكرك يا رب لأنه أنا عم بتنفس اليوم، لأنه في ناس اليوم ما قامت. أنتوا بتعرفوا أنه الله بيعطي النفس حتى نحن نقوم الصبح، الله بيعطي القوة حتى ننزل من فرشتنا ونمشي. في ناس اليوم الصبح ما قدرت تنزل من فرشتها وتمشي، ولكن نحن في عنا هيدي النعمة، في عنا هيدي النعمة أنه عايشين، في عنا هيدي النعمة أنه رب عم بيباركنا وبيبارك عائلاتنا. ليه بدنا نخلي إبليس يخدعنا يصير في عنا مرارة بقلبنا على الأشياء اللي ما عنا إياها؟ هيدي الأشياء اللي ما عنا إياها لو الرب عارف إنه منيحة لقلنا كان بيعطينا إياها. تعرفوا هيدا الشيء؟ لأنه الله صالح، الله صالح. إذا بيعرف إنه هيدي منيحة لقلك بيعطيك إياها، إذا ما بيعطيك إياها قل له بشكرك لأنه ما عطيتني إياها، لأنه هيدي منا منيحة لقلي، منا منيحة لعائلتي. ربي بيعرف إنه أنا إذا كان عندي سيارة أحسن منا منيحة لقلي، يمكن ببعد عنه. رب يعرف إذا أنا عندي بيت أحلى منه منيح لإلي بيبعدني عنه. رب بيعرف إذا عندي مصاري أحسن أكتر يمكن رح تبعدني عنه. الله صالح، بيعرف نحن شو بحاجة وبيعطينا بحسب صلاحه. إبليس بيخدعنا. أولا أصل مرارة في حياتنا بيعيشنا بخداع مخدوعين. ثانيا وأخيرا أصل المرارة بحياتنا بيعيشنا بحالة انزعاج وبحالة نجاسة مستمرة. إذا بتقروا بالعدد 14-15 من عبرانيين 12، عبرانيين 12-14-15 اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. أصل مرارة بداخلنا، a root of bitterness inside of us، بعيشنا منزعجين بحال انزعاج مستمر، بيمنعنا نعيش حياة القداسة. هيدي الحياة يلي بيقول الكتاب المقدس قال بدون لن يرى أحد الله. شو يعني؟ يعني ما رح تقدر تعيش في محضر الله، ما رح تختبر قوة الله إذا ما عايش في حياة القداسة مع الرب. بالإنجليزي بتقول root of bitterness causes defilement، يعني بتنجس. The word defiles بتعني stained، يعني عندك شقفة واجي عليها بقعة كتير مزعجة، أو كان عندك لون وخرب هيدا اللون، كان في عندك pure color وطلع منه ألوان يلي أنت ما بدك إياه، يعني مثل اللي صبغ بصبغة وخرب اللون. وهيك بقول هوني شو الحل؟ الحل بعدد 14 اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. طيب إذا أصل المرارة بحياتي بنجسني وبيمنعني أن يكون في علاقة مع الرب، شو الحل؟ شو الحل؟ الحل هو سلام مع الجميع، قداسة مع الله، تعيش بسلام مع الجميع. متى 5:8 قال الرب يسوع طوبى لأنقياء القلب
لأنهم يعاينون الله، يعني بيعيشوا في محضر الله يلي هن قلب النقي. طوبى لصانعي السلام. هون مش بالضرورة عم بيحكي عن اليونايتد نيشنز وكل هيدول، ولكن عم بيحكي عن الناس اللي بتعيش عم تصنع سلام بين الإنسان الخاطئ وبين الله، عم بفتشوا عن الناس يجيبون لعند الرب. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. هل عم تسعى بحياتك لتجيب الناس تخليهم يعملوا سلام مع الله؟ أنت أبناء الله، أنت من أبناء الله. عم بيقول اتباع السلام والغفران بحياتنا هو العيش بالطبيعة المقدسة يلي الرب بده ايانا نعيشها، لأن الرب هو قال كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماء هو قدوس. إذا بدك تدعى ابن الله بدك تعيش بحسب صفات بيك السماوي، وإلا بقول عنك الناس وهيدي كتير بنسمعها، بقولوا ليك هيدا الابن أبوه رباه منيح ولكن هو طلع بلا أصل. شو يعني طلع بلا أصل؟ بيو رباه ولكن هو ما عايش بحسب ما بيو رباه، بحسب الأصل يلي بيو رباه. في شغلة مش مزبوطة بهيدي العبارة. نحن أوقات بنقول فلان بلا أصل، بس في شيء مش مزبوط. أنتوا بتعرفوا أنه ما في حدا بلا أصل بهيدا العالم؟ مرت الجاي بتسمعوها صلحوها، ما في حدا بلا أصل بهيدا العالم. يا إنسان عنده أصل قداسة الله وهيدا الأصل جايبه من الأب السماوي، أو عنده أصل تاني أصل مرارة root of bitterness ونجاسة مثل أبوه الأرضي ومش البيولوجي. ما عم نحكي عن بيتنا على الأرض ولكن عم نحكي عن أب هو إبليس. لما إجوا الفريسيين لعند يسوع وكان عم بيحكيهم عن الأب السماوي، قالوا له ليسوع الفريسيين اليهود، قالوا له نحن أبونا إبراهيم. بعدين لما سمعوا أكثر قالوا له نحن عنا أب واحد هو الله. رب يسوع اطلع فيهم للفريسيين وما قال لهم أنتوا جماعة بلا أصل، أنتوا بهدلتوا بيكن إبراهيم، لا ما قال لهم هيك. قال لهم مزبوط أنتوا عندكن أب ولكن بيكن هيدا مش إبراهيم. تعرفوا مين؟ بيوحنا 8:44 بيقول لهم أنتم من أب، أنتوا عندكن أب وعنده أصل، بس مين هو؟ أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريد أن تعملوا. رب يسوع ما قال لهم الفريسي أنتوا بلا أصل، قال له أنتوا عندكم أصل، عندكم بي، بس بيكم مش الله، بيكم هو إبليس. كيف منعرف هذا الشيء؟ تتصرفوا مثله، تعرف تعملوا مثله. كيف منعرف أنا ابن مين في هيدي الحياة؟ كيف بتصرف؟ بقولوا هيدا ابن فلان. قال لهم أنتم من أب هو إبليس، شهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. كرمال هيك بقلنا بعبرانيين اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. إذا في أصل مرارة في حياتنا، لا نحن منعيش مرتاحين مع العالم، يعني هيدا الانزعاج اللي بيحكي عنه، ولا منختبر حضور الله لأنه في مرارة بداخلنا بتنجس حياتنا، روح الله ما بيلتقي بنفس المحل مع روح إبليس. إذا في روح أصل مرارة فينا هيدا روح إبليس، روح الله ما بيلتقي بنفس المكان معه. شو هو الحل؟ شو الحل للمرارة يلي بقلبي؟ هون بيقلنا بهذا المقطع سلام مع الجميع، قداسة مع الله. إذا بالأصل بجذورنا in our roots في مرارة، المرارة ما بتعطي ثمر، ما بتعطي ثمر، ولما بيطلع ثمر بيطلع ثمر يعني بدون حياة. بعبرانيين 12:15 بقول ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله. يعني بالإنجليزي بيقول looking diligently lest any fail of the grace of God. بترجمة تاني بيقول looking carefully lest anyone fall short of the grace of God. يعني failing to keep up with the grace of God. هوني عم بيحكي وعم بيقول لهم نعمة الله بحياتكم قطعت أشواط بحياتك وبحياة الآخرين، غفرت لك نعمة الله وغفرت لآخرين، وانت وين بعدك؟ وين بعدك ما قادر تسامح؟ وين بعدك ماشي بهالمرارة يلي بداخلك؟ فانت يا فلان يلي مش قابل تسامح وتتوب عن المرارة اللي بحياتك، نعمة الله قطعت أشواط قدامك وانت بعدك بالمرارة. نتيجة أصل المرارة في حياتك عم بيكون خطايا بشعة، أوقات بتكون ظاهرة أوقات بتكون من جوا. قديش نحن منتمنى الموت لناس يمكن ما بيموتوا ولكن بداخلنا
بقول الرب يسوع قال نحن كأننا اقترفنا هيدي الخطية. قديش منتمنى الشر للآخرين لأنه في مرارة بداخلنا. ليش؟ لأن نحن ما عم نتوب عن هيدي المرارة يلي بحياتنا. كرمال هيك بقول بعبرانيين 12:15-16-17 رح أقرأ هيدول آيات اليوم بالأول. ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة يصنع انزعاج فيتنجس به كثيرون، لئلا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو. هون عم يخدنا لقصة في سفر التكوين، قصة عيسو. قال الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته، فأنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع. شو صار مع عيسو بقصة يعقوب وعيسو؟ في أول جزء من قصة عيسو يلي كل الناس تعرفها رح نقرأ هلأ أول مقطع، Genesis 25:29-34، تكوين 25:29-34. خلنا نسمع للقراءة. أورميل باغوب أبو جيبر يساب تاشتين يقاب يب أنو تتلين قمارير يساب أغوبين يساب شنور كري أي شيغاتانين دور ورودم كان زي قماريم أنور همار أنور أنون يتوم غوش بيتساب يب أغوب يساب زاخي انتي عيسور كو أنتران غوتيان انت إراغونك يساب يساب أها ميرنلو قمودنام يب أنتران غوتيانين انتي انت أخوت كا يب أغوب يساب عيسور انتي يرتوم مره أنيغا يرتوم مراب անոր ու իր անդրանգության իրավունքը ձախեց Հագոբին։ Այն ադեն Հագոբ հաց ու ոսպի աբուրդ վավ Եսավին, եւ անիկա գերավ ու խմեց ու ելավ գնաց։ Այսպես Եսավ իր անդրանգությունը անարգեց։ كلنا بنعرف قصة عيسو وأكلة العدس، ومنفكر لما بنقرأ سيرة العبرانيين هون القراءة الأولى الإرينية وكأنه عيسو ما حصل على توبة، يعني عاش حياة مرارة كلها من وراء أكلة العدس ولأنه ما حصل على البكورية. ولكن بالحقيقة لازم نكفي قراءة حياة عيسو حتى نعرف شو صار بعدين. بتكوين 28 هلأ رح نقرأ كمان قراءة بعدها نكفي بقصة عيسو. Genesis 28 رح نقرأ 2-9. تكوين 28 من 2-9 شوف شو صار بعيسو بعدين. Ելիր դեպի միջակետ կումորը թորը պատվելին դունը կնա, եւ անգե կումորը եղբորը լապանին աղջիկներեն քեզի գինար, ու ամենագարող Աստվածը քեզ օրդնի ու քեզ աջեցնի եւ քեզ շատցնի ու շատ ժողովուրդներուն հայրը լաս, եւ քեզի Աբրահամին օրդությունը դա քեզի ու քեզի հետ քու սերունդիդ, որպեսի ժառանգես քու բանտղտացած երկիրդ, որ Աստված Աբրահամին տվավ. Իսահակ գրգեց Հակոբը եւ անիկա քնած տեպի միջակետ Ասորի պատուելին որդին լապանին, որ Հակոբին ու Եսավին մորը Ռեբեկային եղբայրներ։ Եսավ տեսնելով, որ Իսահակ օրհնեց Հակոբը ու ուղղեց Զանիկա տեպի միջակետ, անգե գիրեն գին առնելու համար, եւ Զանիկա օրհնած Ադենը պատվիրեց անորսելով, կանանի աղջիկներեն գին մի առներ, եւ Հակոբ հնազանդեցավ իր հորը ու մորը ու մի միջակետ քնած։ Նաև Եսավ տեսնելով, որ քանանի աղջիկները իր հորը Իսահակին հաջելի չեն, այն ադեն Եսավ Իսմայելին կնաց, եւ իր առաջվան գիներեն զատ Աբրահամին որդին Իսմայելին աղջիկը Նապիոտի քույրը Մայելեթը իրեն գին առավ։ Ամին։ Լամմա մնըրա տակմիլտ ոսսաթ Այսու մնարֆ իննու լմշկլի մա կանտ բաս բիլ բակուրիյ լմարարա լի կանտ բիլբու ما وقفت على اللحظة اللي بيو أعطى البكورية لخيه، ولكن كان في بعدين. منشوف بعدين بالقصة اللي سمعناها هلأ إنه البي إسحاق وصى يعقوب وعيسو، قال لهم ما بتروحوا وبتاخدوا امرأة غريبة من برات الشعب من كنعان. يعقوب سمع كلام بيو وراح، ولكن عيسو شو عمل؟ عيسو عمل بنكاية، قال هيك لكان بي بيزعل من هيدا الشيء. منشوف قديش في عنده مرارة، خلى المرارة تتعبى بداخله، قال أنا بدي أعمل بنكاية عن الشيء اللي وصى بي. فهو راح وفتش بالمحل يلي بيهم قال لهم ما بتروحوا ليه، ويلي الله منعهم أنه يروحوا ياخدوا زوجة منه، وراح
هو عمل بالعكس تماما واخذ زوجي من هنيك. لما بنقرا قصه عيسو هيك مزبوط بنعرف ليش عم بيحكي هون عن اصل مراره وعم بيخبرنا عن عيسو. كرمال هيك بيقول بعبرانيين 12:16 بيقول لئلا يكون احد زانيا او مستبيحا كعيسو الذي لاجل اكله واحده باع بكوريته، فانكم تعلمون انه ايضا بعد ذلك لما اراد ان يرث البركه رفض اذ لم يجد للتوبه مكانا مع انه طلبها بدموع. تعرفوا انه الانسان بيقسي قلبه بيقسي قلبه. الرب اليوم فاتح ايديه ليستقبل كل واحد منا. الرب اليوم عم بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم. الرب عم بيدعينا نيجي لعنده. بس الانسان اوقات بيقسي قلبه بيقسي قلبه بيقسي قلبه. بتعرفوا انه لقساوه القلب في حدود، وبتوصل لحدود معينه يلي الله بيترك الانسان لقساوه قلبه. ومصيبه لما الله يتركنا لقساوه قلبنا، لانه منعيش بمراره، منعيش باصل مراره بداخلنا. لا نحن فينا نعيش مع الناس ولا فينا نعيش مع الله ولا نحن فينا نعيش مع نفوسنا، وهذا كله سببه مراره. الرب حذر شعبه من زمان بالقديم، قال لهم انتبهوا ما يكون في حدا بيناتكم قلبه بعيد عن الرب ولكن بداخله في اصل بسميه علقم وافسنتين. الافسنتين هو عشبه كتير 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 مره. هيدي العشبه باول القرن العشرين جربوا يعملوا منها دواء حتى يعالجوا بعض الامراض، ولكن لقوا مزبوط هي بتعالج هيدا المرض، ولكن الرياكشن تبعيتها رده الفعل تبعيتها كانت رهيبه. قالوا انه it caused hallucinations, mental deterioration, psychosis و other toxic chemical associations. يعني مزبوط بتشفي من شغلة، بتساعد بشغلة، ولكن بتخلق مشاكل كتير. افسنتين يعني مر، شي مر. هل في مرارة في حياتك؟ رب وحده بيعرف قلب كل واحد منا، وبيعرف إذا نحن في عنا أصل مرارة a root of bitterness بداخلنا تجاه حدا. بدي لكم شغلة، إنه لما بيكون في مرارة بحياتي إبليس بيكون عم بيخدعني، لأنه هيدي المرارة ما بتكون موجهة بس تجاه الناس وتجاه الله، بتكون عم بتضرني لإلي. أول شيء أنا ما عم بنمى روحياً، أنا ما عم بعيش حياة فرح وفرح في الرب، وأنا ما عم بقدر أعيش مع الآخرين. كرمال هيك أصل المرارة بحياتي بيعيشني بخداع، بكون عايش مخدوع، وأصل المرارة بحياتي بيعيشني بحالة انزعاج وأيضاً بنجاسة مستمرة، يعني بعكس قداسة الله. مين منا بحب يقول أنا عايش بمرارة؟ ما حدا. ولكن إذا في مرارة في حياتنا علينا اليوم، هلأ نحن عم نصلي بعد شوي، قل له يا رب هالمرارة اللي بقلبي أنت اكشف عنا، يا رب ساعدني أنا توب عن هيدي المرارة، غير حياتي. وفي عنا فرصة اليوم وبكرة إنه نروح عند الناس اللي نحن في مرارة بقلوبنا تجاههم ونصلح. أنا بشكر رب إنه أنا وعم بحكي عن هيدا الموضوع أنا موجود بمحل ما بعرف عن أي حدا. يمكن لما بحكي عن هيدا الموضوع بكنيستي في ناس بيقولوا عم بيحكي عني أو عم بيحكي عنه. أنا ما بعرف قلب ولا حد ولا بعرف حياة ولا واحد بيناتكم، ولكن الرب بيعرف. إذا في مرارة بدخلنا خلينا نتوب عنا اليوم ونطلب من الرب إنه يغسلنا ويطهرنا منا ويعطينا أن نعيش بقداسة وبسلام مع الآخرين حتى نعيش حياة إيمان كاملة، حياة إيمان مثمرة فيها ثمر ونقدر نفيض للآخرين حوالينا. خلونا نصلي. يا رب بشكرك لأنك إله طيب وصالح. شكرا يا رب لأنه كل هدية وكل عطية صالحة هي بتجي من عندك، أنت الإله الصالح الوحيد. شكرا لأنه أنت يا رب تعطينا أكثر ما منسأل، أكثر ما منستاهل، أكثر ما منطلب. بتبارك حياتنا، بتبارك عائلاتنا. شكرا يا رب لأنه بتحرمنا من إشياء يلي نحن مش ضروري يكون عنا أو ما لازم يكون عنا، لأنك أنت يا رب بتعمل ما هو لخيرنا ولصلاحنا ولصلاحك. يا رب بشكرك لأجل كنيستك اليوم يلي موجودة في محضرك. شكرا لأجل كل قلب اليوم عم بصلي. يا رب امتحن قلب كل واحد بيناتنا، طهرنا، غسلنا من خطايانا، ما تسمح يكون في مرارة في داخلنا، في قلبنا، في حياتنا. أعطينا نعيش
بسلام مع الجميع وبقداسي معك، بقداسي منفرزين مفصولين عن هيدا العالم الشرير ومفروزين لإلك وحدك. بارك يا رب أولادك الماثلين أمامك اليوم، بارك عائلاتنا، بارك أولادنا، تمجد في حياتنا، أعطي بيوتنا تكون بيوت إيمان باسم يسوع، آمين.